يبين الإمام السعدي رحمه الله تعالى أن هؤلاء الفلاسفة والدهريين أن هؤلاء الفلاسفة ومن قلدهم من أدعياء الفلسفة الإسلامية بنوا معتقدهم وبنوا أصولهم على أصل فاسد، على أصل فاسد قرره لهم واختاره لهم أرسطو رسطاليس الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، وهو قد اعتمد على العقل المجرد، وقال يجب على المرء إذا أراد أن يصل إلى الحقيقة أن يمحو كل ما في قلبه من العلوم، أن يمحو كل ما في قلبه من العلوم، يعني ينظف قلبه من كل شيء، ثم يبدأ يعمل عقله، فما توصل إليه عقله فهو الحق والعياذ بالله. انضاف إلى هذا تأثرهم بمبدأ طائفة يقال لها السمنية من الهند، وهم الذين تقدمت الإشارة إليهم، الذين يكفرون بما سوى الإيش؟ الحسيات، يكفرون بما سوى الحسيات، يعني ما لم يروه أو يمسوه أو يشموه أو يذوقوه أو يسمعوه فهو عندهم غير موجود. هذه فرقة سمنية، ومثلهم السوفسطائية، وقد تقدمت الإشارة إليهم. إذن هذا هو المبدأ الذي بنى عليه أهل الكلام وأهل الفلسفة علومهم، وأرادوا أن يقيموا دلائل لما أعرضوا عن الكتاب والسنة وفرحوا بما عندهم من العلم، كما قال الله عز وجل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اتضح أو وصلوا إلى الهلاك، وإلى أن تلك العلوم أو تلك العقول عقول ضالة ما لم تضبط بشرع الله والعقل الصحيح والفطرة. وقد تصدى لهم الناس قديما وحديثا. ممن شغف بهذه العلوم الرازي، فقد جعلها هي الأساس، وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه ذات يوم جاء مع مجموعة من طلابه وقد أحاطوا به وأضفوا عليه هالة من العظمة، فلقيته عجوز فقالت للطلاب من هذا، فكأنهم يعني غضبوا، كيف هذا يسأل عنه، كيف تقولي من هذا؟ فقال أحد طلابه هذا هو الإمام الكبير والعالم الجليل الإمام الرازي الذي استطاع أن يورد 1000 دليل على وجود الله تبارك وتعالى. فقالت هذه العجوز التي هي على فطرتها إنه ما أورد 1000 دليل حتى وجد عنده ماذا؟ 1000 شك. ما أورد 1000 دليل حتى وجد عنده 1000 شك. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن من أول من تصدى لهؤلاء الملاحدة بالردود هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وكتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وغير ذلك مما ذكره في ثنايا كتبه التي رد بها على الملاحدة، وقد ذكر منها 5 أصول
ثم عقب بأصول أخرى ثم أردف بذكر أصول أخرى عن شيخ الإسلام، فهو أحيانا يذكر أصولا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأحيانا يذكر أصولا استنبطها هو بنفسه فرحمه الله رحمة واسعة. ومن أول من رد على الملاحدة أيضا في هذا العصر هو الإمام السعدي في هذا الكتاب، وكذلك الإمام الجليل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد، في مذكرة التوحيد، وقد أفرد الرد على الملاحدة ببحث خاص في هذه المذكرة فارجعوا إليه.